السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لدينا اليوم موضوع جميل، موضوع حلو، يختص بكيف تعرف رقم الشريحة الموجودة في جوالك في أقل من دقيقة أو في وقت سريع. فمثلا لو حصلت شريحة في الشارع وحطيتها في جوالك، كيف تدخل الكود الذي يعطيك الرقم مباشرة؟ او لو لديك مثلا نفرض تستخدم شريحة سوا او موبايلي او زين وتركت هذه الشريحة لفترة طويلة ونسيت الرقم، ايضا تقوم بادخال هذا الكود فتحصل على رقم الشريحة مباشرة في شاشة الجوال. مثلا لدينا شركة STC، راح ابدأ بشركة STC. ما هو الكود اللي يعطيك رقم الشريحة؟ الكود هو بكل بساطة نجمة 150 مربع، وتعمل اتصال، تضغط على اتصال راح يظهر لديك على الشاشة رقم الجوال الموجود في موبايلك. هذا فيما يخص STC. ما يخص موبايلي هو مربع 222، اقصد نجمة 222 مربع كما هو ظاهر أمامكم، نجمة 222 مربع، وتعمل عملية اتصال فيظهر أمامك على الشاشة رقم الجوال. فيما يخص زين، نجمة 144 مربع، أيضا تقوم بعملية اتصال. في بعض الأشخاص استخدموا هذا الكود فيما يخص زين 39 نجمة 39 مربع واتصال، لكن أنا سمعت إنه الخدمة فيما يخص الأكواد في زين موقفة، وبالتالي في طريقة أخرى فيما يخص زين وهو إرسال رسالة فاضية إلى الرقم 700123. ترسل إلى هذا الرقم رسالة ويرد عليك برسالة نصية فيها رقم جوال الجوال الموجود، رقم الشريحة الموجود في الجوال الذي أرسلت منه الرسالة. فيما يخص شركة فيرجن، بكل سهولة نجمة 115 مربع، وتقوم بعملية الاتصال. هذا شرح مبسط للأربع الشركات اللي هي STC، موبايلي، زين وفيرجن. أذكركم ب STC نجمة 150 مربع وتعمل اتصال بهذا الشكل، تنتظر لغاية ما تجي الرسالة. مثلا شوف، ظهر أمامي عزيزي العميل رقم جوالك هو، وظهر رقم جوالي لأنه أنا أستخدم شريحة STC فظهر رقم جوالي. أي شخص يستخدم أي شريحة أخرى يضع الأكواد اللي أنا أعطيتكم هي، وراح أضع الأكواد إن شاء الله في صندوق الوصف. أتمنى لكم الفائدة من هذا المقطع، أتمنى لا تنسوني من الاشتراك وتفعيل الجرس وعمل لايك للمقطع، لأن اللايكات هي التي تساعد في انتشار المقطع لأكبر شريحة من المتابعين في اليوتيوب. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.
إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.